الحركة الشعرية الموجودة في تونس وهي على قرون وعقود متتالية حركة مهمة جدا، احتضان أيام قرطاج لفن الشعر، يعني هو في الحقيقة تكريم للشعراء ولكن كذلك اعتبار لقيمة تونس، أقولها صراحة، وتموضع تونس بين الأمم لاحتضان هذه التظاهرات الكبرى لكي لا تبقى فقط حكرا على بعض الدول التي يعني تلقى وربما تستعيد من خلال الشعر هذه الوجهة والنظارة التي تريدها. اليوم أيام القرطاج الشعرية في الدورة الثانية، وهذا ينسحب على جميع الأجناس الفنية، نلقاه فن المعاصر، الفن يعني المسرح، الفن السينما، الفن العرايس، فن الكوريغرافيا، فن الخزف، هذه سنة فن المعمار. يعني شو هي تظاهرات كبرى ترسخ وتنزل تونس في الأهم. هي قرطاج الشعرية في دورتها الثانية وفي ثوبها الجديد، زاخرة ببرامج جديدة، منها في هذا الوقت يعني في كل أمسية ننظم أمسيات شعرية بالاشتراك مع شعراء تونسيين وشعراء ضيوف من البلدان العربية الشقيقة والبلدان الصديقة مثل إسبانيا، رومانيا، فرنسا وغير ذلك من الضيوف. نحب نشكر الناس الكل اللي استدعوني اليوم، منها مدام جميلة، إنسانة محلاها وجميلة بالحق من الخارج ومن الداخل، وحياة الشباب في نوعية طنا، وأنا حتى إذا كان جيت نحس بسعادة أكبر وأكبر بوجود هذا الكم الجميل.